مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم. تم بناء الأهرامات المصرية في الأصل كمقابر من أجل دفن ملوك الفراعنة فيها، وهناك حوالي 138 هرما تم بناؤه في مصر. وأكبر الأهرامات المصرية هو هرم خوفو في الجيزة، والذي يعد أحد عجائب الدنيا السبع القديمة. أصبحت الأهرامات مجالا لدراسة الكثير حول العالم على مر التاريخ، واليوم سنعرض لكم الكثير من التفاصيل عن بنائها. لذا تابع الفيديو إلى النهاية ولا تنسى أن تكتب لنا في التعليقات رأيك. تعتبر الأهرامات من المباني المهمة من الناحية التاريخية بفضل تصميمها المعقد، بالإضافة إلى ما وجد فيها من كتابات هيروغليفية وقطع أثرية مميزة. ويبلغ عدد الأهرامات في مصر ما يقارب 138 هرما، وبنيت جميعها للغرض نفسه، وهو دفن ملوك الفراعنة فيها، حيث بنيت جميعها في الجهة الغربية من نهر النيل لما في ذلك من ارتباط وثيق بعالم الموتى. ويعتبر هرم خوفو في الجيزة أكبر الأهرامات المصرية، كما أنه يعتبر من عجائب الدنيا السبع. أما هرم زوسر الموجود في سقارة فهو يعتبر أقدم هرم مصري، إذ بني في القرن 27 قبل الميلاد. قد اعتمد المصريون القدماء في بناء الأهرامات على القوى العاملة الكبيرة في بناء تلك الصروح الضخمة، وشارك في بناء هرم خوفو في الجيزة ما بين 20,000 إلى 30,000 رجل، وذلك لمدة تصل إلى 23 عاماً. وخلافاً للرأي السائد، فليس العبيد هم الذين شاركوا في بناء الأهرامات، بل الرجال الذين تم اعتاقهم، وذلك وفقاً لأبحاث دونالد ريدفورد، أستاذ الدراسات المتوسطية القديمة في ولاية بنسلفانيا، الذي يقول أن الفلاحين الذين شاركوا في بناء الأهرامات حصلوا على بعض الحوافز، كالإعفاء من الضريبة، بالإضافة إلى مساكن وأطعمة وملابس مجانية. تم استخدام الحجر الجيري لبناء أساس الأهرامات، في حين استخدم الحجر الجيري الأفضل جودة في استكمال الطبقات الخارجية لها، وبالإضافة إليه فقد تم استخدام مواد أخرى مثل الجرانيت والبازالت، وذلك في قمة الهرم الذي كان أحياناً مطلياً بالذهب. وقد استخدم الجرانيت الوردي في الجدران الداخلية، بينما استخدم البازالت في الأرضيات فقط. واستخدم العمال مجموعة متنوعة من الأدوات لقطع الكتل المستخدمة في بناء الأهرامات، بما في ذلك المعاول والأزاميل النحاسية ومطارق الجرانيت. وكان يتم استخدام الحجر الجيري الموجود بالقرب من الأهرامات التي يتم بناؤها، حيث يقوم العمال بتقطيع الحجر الجيري ثم نقله إلى موقع البناء. والجرانيت والمواد الأخرى التي كانت تأتي من أماكن بعيدة كانت تنقل من المحاجر على المراكب في النيل، ويتم سحب الحجارة من مكان إلى آخر على دعامة مشحمة. والدليل على ذلك وفقاً لريدفورد يأتي من القرن 19 قبل الميلاد في أحد المنحوثات في مقبرة مصرية قديمة، حيث يظهر في المشهد 173 رجلاً يقومون بسحب الأحجار على دعامة مشحمة. ومن أجل رفع الأحجار الكبيرة إلى مكانها مرة واحدة في الهرم، تم بناء سلالم من الطوب كانت مغطاة برقائق الشمع، مما أدى إلى تصلب السطح. وعندئذ أمكن سحب الأحجار إلى الأعلى حتى تصل إلى مكانها، ثم القيام بتلك الخطوات مرة أخرى كلما ارتفعوا إلى الأعلى. والحقيقة أن الكثير من الناس لا يعرفون عن الأهرامات المصرية إلا أنها بنيت منذ زمن بعيد جدا في مصر القديمة، وأنها عبارة عن هياكل كبيرة ومثيرة للإعجاب، بنيت لدفن ملوك مصر الفراعنة بداخلها. ولكن في الواقع هناك معلومات وحقائق مثيرة للاهتمام التي قد لا نعرفها عن تلك الهياكل الجميلة والرائعة. الأهرامات الثلاثة الموجودة في الجيزة هي الأهرامات الأكثر شهرة، وفي الواقع اكتشف ما يصل إلى نحو 140 هرما موجودا في مصر القديمة. ويعتقد أن أقدم هرم مصري هو هرم زوسر الذي بني في مقبرة سقارة خلال القرن 27 قبل الميلاد. ويبلغ الارتفاع الأصلي للهرم الأكبر خوفو 146 متر، بينما ارتفاعه الحالي 138. ويتألف الهرم الأكبر في الجيزة من 2000 إلى 3000 كتلة حجرية، ووزن الكتلة الواحدة يتراوح بين 20 إلى 30 طناً، ولكن هناك بعض الكتل تزن أكثر من 50 طناً. اختلف المؤرخون حول تحديد عدد العمال الذين شاركوا في بناء الأهرامات، ولكن أقل تقدير وضع لعدد هؤلاء هو 100,000 شخص،
وقد بنيت كل الأهرامات المصرية على الضفة الغربية لنهر النيل، وارتبط ذلك بعالم الموتى في الأساطير المصرية. ولم تشيد الأهرامات الثلاثة بطريقة واحدة، فالتقنيات المستخدمة لبنائها اختلفت وتطورت خلال فترة بنائها، كما أن متوسط بناء الهرم الواحد هو 20 سنة، مع العلم أنه كان يتم بناء أكثر من هرم في آن واحد. ودرجة الحرارة خارج الأهرامات تبقى متغيرة حسب المناخ العام، بينما درجة الحرارة داخلها تبقى ثابتة نسبياً في حدود 20 درجة مئوية. حصل الهرم الأكبر على لقب أطول هيكل من صنع الإنسان لمدة 378 سنة، إلى أن تم بناء كاتدرائية لينكولن في إنجلترا سنة 1311. وكانت حجارة الأهرامات في الأصل مغطاة بغلاف مصنوع من الحجر الجيري الأبيض المصقول، حيث كانت هذه الحجارة تعكس ضوء الشمس، مما جعل الأهرامات تلمع مثل الجوهرة. وفي القرن 12 اتفق العزيز الحاكم الكردي والسلطان الثاني الأيوبي لمصر على هدم الأهرامات وتدميرها بالكامل، إلا أنهما تخليا عن هذا الاتفاق لأنه اتضح لهما أن المهمة كبيرة وشاقة للغاية. ولكن آثار التخريب بدت واضحة جدا على هرم منقرع، حيث يلاحظ وجود شرخ رأسي كبير في الجهة الشمالية. بناء الأهرامات كشف أيضا براعة المصريين في علوم الفلك، فالفتحات الخاصة بالهرم مواجهة لكافة الاتجاهات الأرضية الأربعة، كما توجد فتحات أخرى مرتبطة بنجم الشعرى اليمانية، وهو أقرب النجوم للأرض ويعتبر ألمعها في السماء. وهنا عزيز المشاهد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. إذا أعجبك الفيديو فشاركه مع أصدقائك واضغط على زر لايك، وإذا كنت تريد المزيد من هذه الفيديوهات انزل إلى الأسفل واشترك في القناة وفعل زر الجرس. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء. إذا كنت لا ترى إلا ما تثبته الحقائق ولا تسمع إلا كل ما يقال، فأنت في الحقيقة لا ترى ولا تسمع. بلا شك هناك الكثير من الأحداث والقصص التي يسكنها الغموض ولا يوجد لها تفسير. هي أشياء استثنائية بأسرارها وعجائبها وحوادثها، بعضها تم تفسيره ورغم ذلك أصبحت بتفاصيلها المعقدة مدعاة للدهشة والإثارة المسكونة بالغرابة والحيرة معا. إنها لعبة غامضة أسلاكها شائكة وأبعادها ضمن نطاق البحث والتحقق. قناة هل تعلم، حيث الغموض سر لم يفصح عنه لوقائع وأحداث وقصص مرعبة تفاصيلها متنوعة ومقيدة ضد مجهول. قم بالاشتراك الآن في قناة هل تعلم غموض وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل غموض.